بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بيكم. أتمنى كلكم يا شباب تكونوا كويسين وبخير. النهاردة إن شاء الله هنبتدي بقى في يونت 2 عندنا في منهج الميكانيكس. إحنا كده خلاص خلصنا الاستاتيكس. الجزء الثاني أنا كنت قلت لحضراتكم إن إحنا هناخد جيومتري، ولكن جيومتري في 3D. اليونت دي مكونة من 4 دروس. أول درس بعنوان The Straight Lines and Planes in Space. تمام، واضح كده من العنوان إن في 3 كلمات: straight lines و plane و space. تعال اما نعرف كل واحدة منهم معناها ايه. تمام كده، يبقى ده اول درس من ال4 دروس بتوع الجيومتري. الجيومتري بس هنلاقيها في 3D، يعني الجيومتري مختلفة شوية، لان اول درس بنتكلم على الستريت لاين والبلينز والسبيس، تاني درس هنتكلم باذن الله على البيراميد، وتالت درس على الكون، ورابع درس هنتكلم على السيركل والايكويشن بتاعتها. تمام كده، يعني دول الايه، دول الدروس بتاعتي. تعالى كده بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي كده من الثلاثه ديفينيشنز اللي انا قايل لحضرتك عليه. اول ديفينيشن بنتكلم على الستريت لاين. طيب انواع اللاينز عندي اصلا ايه؟ اللاينز عندي 3 انواع. ايه ال3 انواع دول يا مستر؟ اول نوع عندي الستريت لاين، الستريت لاين، وعندي الري، وعندي اللاين سيجمنت. ركز بقى معايا كده. بص يا سيدي، ايه الستريت لاين ده؟ الستريت لاين ده هو خط مستقيم، خط عامل كده، ملوش نقطة بداية، هو بس انا بسميه مثلا اي بي، بس الاي دي مش نقطة بدايته، ده عايش حياته كده وعايش حياته كده. يبقى الستريت لاين ده ماله؟ عنده نو ستارتنج بوينت، ملوش نقطة بداية، نو ستارتنج بوينت، ونو اندنج بوينت، وملوش نقطة نهاية. يبقى ملوش نقطة بداية ولا له نقطة نهاية، عايش حياته كده. تمام، طب نيجي للري. الري ده عامل ازاي؟ اهو ليه نقطة بداية ولكن ملوش نقطة نهاية، اهو نقطة بدايته مثلا الاي، وعايش كده حياته في اتجاه البي، انما مش واقف عند البي، لا لا ده عايش حياته كده. يبقى الري ماله بقى؟ هاز ستارتنج بوينت، ليه ستارتنج بوينت، صح ولا لا؟ ليه ستارتنج بوينت ولكن نو اندنج بوينت، نو اندنج بوينت. تمام، نيجي لللاين سيجمنت. تقول لي لا، اللاين سيجمنت ليه نقطه بدايه ونقطه نهايه، اهو ادي الاي مثلا وادي البي، ببتدي من الاي وبخلص عند البي، عشان كده ليه طول. فتمام كده، فنيجي نقول على اللاين سيجمنت ماله بقى؟ انه هاز ستارتنج بوينت، عنده ستارتنج بوينت، وهاز كمان اندنج بوينت، وعنده كمان اندنج بوينت. تمام يا شباب، وطبعا لما بنيجي نكتب الستريت لاين ده بنكتب ستريت لاين اي بي، حط لي كده علامة الستريت لاين. لما بنيجي نكتب ده بتكتب لي ستريت ري اي بي، ري الاي بي. لما بنيجي نكتب ده بتكتب لي لاين سيجمنت اي بي، علامة الشرطة بتاعته. تقول لي يا مستر طب ما الكلام ده احنا عارفينه، يعني ايه اللي فيه؟ ممكن مثلا يجي لي حاجة عاملة ازاي؟ بص يا عم، ممكن يجي لك سؤال عامل كده اهو، يجيب لك خط عامل كده اهو اسمه ايه؟ بي، ويحط لك نقطة هنا كده يا مهندس اسمها نقطة سي، ورا خالص كده. تمام، ويسألك شوية أسئلة، يقول لك حط يا بيلونج يا نوت بيلونج. ايه ده الكلام ده بيجي بجد؟ اه والله ممكن يجي لحضرتك، هنشوفه دلوقتي في المسائل. يقول لك هل النقطه سي بيلونج ولا مش بيلونج للستريت لاين اي بي؟ ادي سؤال. النقطه سي، تاني سؤال اهو، ده اول سؤال. تاني سؤال يقول لك النقطه سي موجوده ولا مش موجوده على الري اي بي؟ تالت سؤال، النقطه سي بيلونج ولا مش بيلونج على الري بي اي؟ واخر حاجه، النقطه سي بيلونج ولا مش بيلونج على اللاين سيجمنت اي بي؟ تعالى بقى اما نشوف كده، بص معايا كده، هل النقطه سي موجوده على الستريت لاين؟ بص ده عايش حياته من ناحيتين، ستريت لاين اي بي موجوده عليه ولا لا؟ اه موجوده، بيلونج. ليه؟ لان الستريت لاين اي بي ده عايش حياته اتجاه اليمين والشمال، ده عايش حياته في كل الاتجاهات. اه طب هل النقطه سي موجوده على الري اللي بدايته نقطه ايه ومكمل لحد البي؟ لا، السي قبلها، يبقى نوت بيلونج. طب نيجي اللي بعده، النقطة سي موجودة على البي اي ري، بدايته من البي ومكمل في اتجاه الاي، اه هلاقي السي عليه، يبقى بيلونج. طب هل النقطة سي موجودة على اللاين سيجمنت اي بي، يعني ليه نقطة بداية وليه نقطة نهاية اي بي؟ لا مش موجودة عليه، يبقى ايه؟ نوت بيلونج. تمام كده، دايما بيلونج ونوت بيلونج بنستخدمها لو بحط بتعامل مع بوينتس، بوينت سي بوينت سي بوينت سي، يعني بتعامل مع نقطة واحدة. انما لو بتعامل مع مجموعة من النقط بحط ايه؟ يا سبسيت يا نوت سبسيت. تعالى كده ندي اكزامبل، او من نفس الاكزامبل ده، من نفس الاكزامبل ده، ممكن بس نشيل نقطه سي. اسالك بقى شويه اسئله كده على نفس الاكزامبل ده اهو،
حط خط كده مثلا واقول لحضرتك ايه اصغر واحد فيهم، ايه اللاين سيجمنت. اللاين سيجمنت اي بي سبسيت من الري اللي اسمه اي بي، صح؟ جزء من الري. اللاين سيجمنت جزء من الري، والري جزء من الستريت لاين. اكبر واحد فيهم اللي هو الستريت لاين. ادي يا سيدي الموضوع بمنتهى البساطه. فهمنا كده يا اولاد فكره الستريت لاين. تعال بقى اما نتكلم على تاني جزء عندنا، وهو او تاني مصطلح، وهو البلين. البلين عندنا يا اولاد بتبقى حاجه عامله مثلا كده. يعني ايه بلين اصلا؟ بلين بمعنى مستوى. مستوى يعني ايه يا مستر؟ بنديها مثلا، ممكن ناس كده دايما بتسميها هنا كده مثلا، يحط لك علامه كده ويسميها لك، يقول لك دي اسمها بلين اكس. يعني ايه بلين اكس؟ البلين اكس ده واحد يقول لي ده ترابيزيوم. لا لا لا، ما بتكلمش على البلين ده. البلين دي ممتده في جميع الاتجاهات، ممتده في الاتجاه ده، ممتده في الاتجاه ده، ممتده في الاتجاه ده، ممتده في الاتجاه ده، في جميع الاتجاهات. مستوى ممكن احط عليها نقط، ممكن احط عليها لاينز. شايف؟ زي مثلا شاشه التلفزيون اللي انت قاعد بتتفرج عليها على الفيديو ده، او لو انت مثلا بتتفرج على شاشه الموبايل بتاعتك، ده مستوى عليه لاين كده، عليه لاين كده، عليه في كل الاتجاهات البلين. لا مستر مش فاهم يعني ايه. اقول لك بص كده معايا على البرنامج ده اهو، دي البلين بتاعتي يا سيدي اهو. همسح بس الكلام اللي انا عامله ده. دي البلين بتاعتي اهو، بص كده معايا، ده شكل البلين اللي انا بقول لك عليه، مستوى. دي ممتدة في جميع الاتجاهات، مش مجرد في الحتة دي بس. يعني انا ممكن احط نقطة كده. سؤال بقى، لو طلعت النقطة دي لفوق، هل النقطة دي كده موجودة على المستوى ده؟ لا مش موجودة عليه. ده انا كده دخلت في شغل 3 دي. لو بقت مش موجودة عليه، بص ما بقتش موجودة عليه خالص. ده كده يا مستر، لا لا ده كده شغل 3 دي مش موجود عليه. انما انا ممكن اجي على المستوى دوت احط شوية لاينز. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن اجي اعمل لاين هنا، لاين موجود هنا، لاين موجود هنا، لاين موجود هنا، لاين تاني موجود هنا، اي حاجة. بص ستريت لاينز في كل حتة. انما النقطة اللي فوق دي مش موجودة على البلين. شايف المستوى ده؟ دي السبورة اللي انا كنت برسم عليها. بص دي بقى كانت سبورتي اللي هي 2 دي اللي انا بقول لك عليها. انت لو بصيت كده تشوف نقطة ايه موجودة عليها، انما لا لا لا، دي هي بص في الفراغ، دي في حتة فوق خالص. فهمتك يا مستر. يبقى تاني ديفينيشن عندي هو بيتكلم على الايه؟ على البلينز. تقول لي طب ورينا، ممكن تورينا شكل بلينز تانية؟ حاضر، عشان دلوقتي دونت سيف، بس نمسح الكلام ده، هوريك كده دلوقتي. يبقى احنا قلنا دي البلين بتاعتنا، ممكن اعمل بلين تاني اهو، هعمل لك بلين تانية كده اهو. مثلا بص، بص البلين دي، ده مستوى تاني اهو، سوري ده مستوى تاني اهو. بص شايف المستوى ده؟ مستوى تاني اهو، مكمل في جميع الاتجاهات اهو. ممكن اعمل مستوى تالت، مستوى رابع. طب لو حطيت اكتر من بلين بقى بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي الديفينيشن التالت عندنا، وهو السبيس، الفراغ. الفراغ بقى اللي فيه بقى كل الحاجات، شغل الثري دي من الاخر. بلينز في كل حتة، ونقطة ممكن تبقى في الهواء، ونقطة ممكن تبقى مش عارف فين. يعني بص ممكن احط نقطة طايرة هنا، ممكن الكلام ده كله بقى يبان عندي في السبيس. بص نقطة كده لا موجودة في البلين دي، ولا موجودة في البلين دي. فهمتك كده يا مستر. عرفنا يا ولاد كده الموضوع بمنتهى البساطة عبارة عن ايه؟ ايه يعني ايه بلين، ويعني ايه الكلام ده. فممكن مثلا اجي انا من ضمن الحاجات دي احط لك مثلا، تعالى ما نرجع تاني بقى لرسمتنا، اقول لحضرتك الستريت لاين هنا اللي اسمه اي بي ده، الستريت لاين اي بي موجود ولا مش موجود من البلين اكس؟ تقول لي موجود، موجود على البلين اللي اسمها اكس. يبقى نحط ايه؟ سبسيت. ليه؟ لان ده ستريت لاين في ملايين النقط. تمام يا مستر، ماشي يا شباب. واتكلمنا على السبيس، ان هي برضو ايه زي ما قلنا كده بتبقى الفراغ الكام بتاعنا. طب تعالى بقى نتكلم شويه عن البلين. هقول ايه دلوقتي؟ اول موضوع عندنا هاو تو ديتيرمن ا بلين. يعني لو انا عايز اتكلم على بلين بعينها، لو انا عايز اتكلم على بلين واحده، محتاج ايه عشان ارسم بلين واحده؟ بلين واحده بس. هاو تو ديتيرمن ا بلين. اول حاجه محتاجها، اول حاجه عندنا محتاجها، محتاج 3 نون كولينير بوينتس. نون كولينير بوينتس، او ساعات يقوم كاتب لك ايه؟ 3 ديستينكت بوينتس. ديستينكت كده، ديستينكت بوينتس.
يبقى يا اما 3 نون كولينير بوينتس، يا اما ايه 3 ديستينكت بوينتس. طب معلش يعني يا مستر، او ديستينكت نون كولينير، يعني الاثنين لازم يبقوا نقط مختلفه ونون كولينير. تمام، يعني ايه يعني 3 ديستينكت او نون كولينير بوينتس؟ ليه وليه ما ينفعش كولينير؟ اقول لك يا سيدي، ركز بقى معايا. انا محتاج 3 نقط، بس الشرط ان الثلاث نقط دول يكونوا مختلفين وما يكونوش على نفس الخط. طب هيحصل ايه لو كانوا على نفس الخط، لو كانوا كولينير؟ لا، لو كانوا كولينير ممكن يعدي ملايين البلينز بالخط ده. تقول لي ازاي؟ يجي بلين تقطع الخط ده مايله كده، واحده مايله كده، واحده مايله كده، بلين مايله بالعرض، بلين مايله كده، بلين. تقول لي يا مستر انا مش متخيلها، وريها لنا كده. حاضر، تعالى كده اما اوريك هيحصل ايه لو انا عندي اهو. ممكن مثلا نيجي هنا كده، امسح الكلام ده وارجع تاني للشكل بتاعي، اوريك ليه ما ينفعش يكونوا كولينير، ليه محتاج 3 نقط. حتى بص لما اجي انا برسم بلين، بص بيقول لي ايه، حط 3 بوينتس. طب نرجع بقى لنقطتنا، ليه انا قلت تاني ليه ما ينفعش يكونوا الثلاث نقط بتوعي، ليه ما ينفعش يكونوا الثلاث نقط بتوعي كولينير؟ اهو ادي نقطه وادي نقطه، وهاجي هنا كده احط نقطه كمان، اهو ادي 3 كولينير بوينتس. دول ممكن يعدي بيهم كام بلين؟ تقول لي ادي بلين معديه بيهم اهو، ما هي ما فيش غير دي. لا يا حبيبي، ممكن اعمل لك بلين كده اهو، بص بتعدي بيهم هما الثلاثه اهو. بص 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 البلين دي بتعدي بيهم هما الثلاثه ولا اه؟ ايه ده في بلين تانية اهي. تقول لها السلام، استنى بس اتقل، وانا لسه عملت حاجة. ممكن اخويا اعمل لك بلين تانية. تقول لي بلين ازاي؟ ده في يا ابني ملايين البلينز اهو، اهي بلين تانية اهي، صح ولا لا؟ اهو بص كده. تقول لي لا 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 لا، ده بلين تانية اهي. ايه ده فعلا يا مستر؟ تقول لي طب استنى، قصدك ممكن اعمل بلين تانية كمان؟ اه ممكن اعمل لك بلين تانية. بص ادي نقطة اهي تكون بتعدي بنفس الثلاث نقط دول اللي هم الاي بي سي. بص بلين تانية اهي. ايه ده يا مستر؟ ده فعلا، ده انت بص مورلنا كده، ده اي 3 كولينير بوينتس في ملايين النقط، ملايين البلينز ممكن تيجي تعدي بيهم. انما لو انا عايز اتكلم على بلين واحده بعينها محتاج كام نقطه؟ 3 نقط نون كولينير، ده اقل حاجه. طب لو في اكتر يبقى اهلا وسهلا، انما اقل حاجه محتاجها خالص عشان اتكلم على بلين بعينها محتاج 3 نون كولينير بوينتس. بمعنى اهو ادي نقطه هنا وادي نقطه هنا، اجي اقول لك حط النقطه الثالثه في اي حته، لو حطيتها هنا على نفس الـ الكلام ده اهو، في كام بلين واحده، في كام بلين تقدر تيجي تاخد الثلاث نقط دول مع بعض في نفس المستوى؟ مفيش غير البلين دي بس. وهتقول لي لو عملت بلين كده هتاخد الاي والبي، مش هتاخد السي في الاتجاه. اه يبقى عشان اديترمن بلين انا محتاج ايه يا اولاد؟ محتاج ايه تاني؟ ركز معايا، محتاج 3 نون كولينير بوينتس ديستينكت، ثلاث نقط مختلفين ونون كولينير. تمام، ده اول حاجه عندي. طب تاني حاجة، بص تاني حاجة يجي يقول لك ايه، محتاج لاين، لاين اهو ونقطة مش موجودة على اللاين. طب ما ده منطقي جدا، يعني اهو كأنه لاين اللي هو لاين بيعدي بنقطتين ونقطة مش موجودة على اللاين، يعمل لي بلين واحدة بعينها اهو، عمل لي البلين اللي باللون الأزرق دي. اه يبقى تاني حاجة عندنا، تعالى بقى نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعنا. يبقى قلنا أول حاجة 3 نون كولينير بوينتس، يعني ما ينفعش يبقوا كولينير اهو، نقطة ونقطة ونقطة، ادي نقطة وادي نقطة وادي نقطة، تلاتة اهو، عمل لي مستوى واحد. شايف المستوى ده؟ هو ده المستوى، جه عدى بيه كده خلاص. تاني حاجة قلناها ايه بقى؟ لو انا عندي لاين، لو عندي ستريت لاين، ستريت لاين and a point not belong to it، لازم ما تبقاش عليه، not belonging to it. ليه؟ لان يا اولاد لو النقطة على نفس الستريت لاين بقوا كولينير. اه ده لازم نقطة فين يا مستر؟ نقطة فوق كده، بحيث يجي كأنهم ثلاثة نون كولينير، اه كأنهم عملوا لي نفس المثلث اهو. اه تقول لي طب تالت حاجة، يجي يقول لحضرتك ايه، لو عندك تو انترسكتنج ستريت لاينز، تو انترسكتنج ستريت لاينز. تقول لي طب ما ده منطقي ليه؟ لو عندك لاين بيقطع لاين كده اهو، اتنين لاينز بيقطعوا بعض، في بلين واحدة بس هي اللي تيجي تاخدهم هما الاتنين. اه بلين واحدة تعدي بالمستوى بتاعهم هما الاتنين، مفيش غير بلين واحدة هو البلين ده، انت متخيل كده اللي عليه الاتنين دول؟ ما ينفعش اكتر من كده. تقول لي معلش وريها لنا، اقول لك بص كده وريها لك اهو، وريها لنا كده يا مستر. حاضر يا عم، حاضر يا عم اهو، هرجع كده امسح ممكن مثلا نمسح الكلام ده اهو. ركز بقى معايا كده، ادي اول لاين، فين اول لاين؟ تعالى اما نعمل اتنين لاينز، ادي لاين اهو،
عملت لاين، عايزه يقطع لاين تاني اهو. معلش بس في كام بلين ممكن تعدي بالتو انترسكتنج لاين بحيث تاخدهم هما الاتنين مع بعض؟ مفيش غير البلين دي. تقول لي لا، لو جت واحده بالطول كده مش هتعدي باللاينز. اه فهمتك. يبقى تالت حاجه عندنا او تالت طريقه كانوا تو ايه، تو انترسكتنج لاينز. يبقى تمام كده، ده كده كانت الطريقه التانيه. طب هل في حاجه كمان يا مستر؟ اه، لو عندي تو بارلل لاينز. تقول لي ايه ده؟ يبقى اخر طريقه عندي لو عندي تو بارلل لاينز، لو عندي خطين اتنين بارلل، سوري، رابع حاجه لو عندي تو بارلل لاينز، بارلل لاينز، ادي خطين اتنين بارلل، فين البلين الوحيده اللي تيجي تعدي بيهم هما الاتنين؟ البلين دي تيجي كده بلين واخدهم هما الاتنين في نفس المستوى. تقول لي استنى، ممكن تيجي البلين تاخد يعني تبقى معوجه شويه. لا 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 لا، بص هوريك اهو، تعالى اما نوريهم لك، تعالى كده اما نعمل اتنين بارلل لاينز. حاضر اهو، ممكن نمسح الكلام ده خالص، انا عايز دلوقتي اعمل بارلل لاينز. تمام، ازاي؟ طب بنعمل بارلل لاينز اظن، يعني انا مش فاكر بالظبط هي بتتعمل ازاي. انا هعمل لاين عامل كده، وبالشبه كده هعمل لاين تاني بارلل لي بالشبه، يعني انا ما اعرفش بصراحه ازاي، ممكن مثلا نعمله بارلل لي كده اظن، يعني وريني كده اهو، تو بارلل لاينز. في كام بلين ينفع تيجي تعدي بيهم هما الاثنين؟ تقول لي ما فيش غير البلين دي اللي انا شايف، هي دي بس اللي تيجي تعدي بيهم هما الاثنين. تقول لي لا استنى، ما ممكن تيجي بلين تانية عاملة كده، بص كده ممكن تيجي بلين عاملة كده تعدي بده. لا انا بقول لك تعدي بهم، بص لو جت بلين عاملة كده هتعدي باللاين ده، مش هتعدي بده. اه يبقى عشان اديترمن بلين بعينها محتاج ايه يا اولاد؟ عشان اديترمن بلين بعينها محتاج يا مستر تو بارلل لاينز. تمام كده، يا اما تعال بقى نحفظهم مع بعض، او ممكن كده بقى نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعنا. يبقى انا تاني نحفظهم تاني، عشان احدد بلين بعينها تو ديتيرمين ا بلين محتاج 3 نون كولينير بوينتس، 3 ديستينكت نون كولينير بوينتس، محتاج ستريت لاين اند ا بوينت نوت بيلونجينج تو ات، محتاج 2 ستريت لاينز، محتاج 2 بارلل لاينز. والحال فكره الحاجات دي بيجي ايه يقعد يسال حضرتك عليها. ده كان اول جزء عندنا. تمام كده، نيجي لتاني جزء عندنا. تعال بقى ناخد علاقه وهقول لك الاسئله بتيجي ازاي. ايه علاقه الستريت لاينز ببعض؟ عايز اخد كده الريليشن شيب. انا كاتب عليه كلمه ريليشن وشيب، الريليشن شيب بتوين تو لاينز. ايه علاقه اللاينز اللي ببعض؟ بص بقى معايا انواع اللاينز. اللاينز عندي ممكن يبقوا عاملين اكتر من شكل. اول شكل ان هم يبقوا بارلل اهو، اتنين بارلل ببعض تمام، بيعدي بيهم بلين واحد اهو، لاين اسمه ال ولاين اسمه ال1 وال2. لو جيت قلت لحضرتك ال ال1 انترسكشن ال ال2 ايكوال ايه؟ تقول لي فاضي، مفيش اي انترسكشن ما بينهم وما بين بعض، صح ولا لا؟ تمام، يبقوا دول اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ بارلل لاينز، ممكن يكونوا بارلل. تمام، تقول لي ايه الحل التاني؟ ان يكونوا بيقطعوا بعض بس كده. تقول لهم ادي ال ال1 وادي ال ال2، مالهم دول يا مستر؟ بيقطعوا بعض مثلا في نقطه هنا وليكن اسمها ايه؟ يبقى الحاله التانيه ان هم يكون ال ال1 بيقطع ال ال2 في نقطه اسمها ايه؟ صح ولا لا؟ وقلت في الحاله دي بيعدي بيهم كام بلين؟ بيعدي بيهم بلين واحد. طب خلاص هم دول الحالتين اتنين، في حاجه تاني؟ اه في حاجه تاني. ايه بقى الحاجه التاني دي؟ حاجه بنسميها سكيو لاينز. لا 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 لا، ايه بقى السكيو لاينز دول؟ بص كده، دول في 3 دي خط عامل كده وخط في حته تاني خالص عامل كده. يعني ايه؟ امسك كده قلمين اتنين في ايدك، امسك ايد وايد، ايد وايد، اعمل خط كده وقفه فيرتيكال، وهات بايدك الشمال كده خط خليه في حته تاني. تقول لي هم عمرهم ما مش لامسين بعض، بس هم مش بارلل. اه ده مش بارلل خالص، انت متخيل؟ هوريها لك دلوقتي، تعال اما نبص عليها مع بعض شكل السكيو لاينز بيبقوا عاملين ازاي. بص كده معايا اهو، تعال بقى اما نمسح كده الكلام ده. دول اللي احنا كنا راسمينهم من شويه، دول كانوا هم البارلل لاينز. تعال بقى اما نبص، لو انا عايز اجي ارسم سكيو لاينز، بص انا هاجي اعمل ايه كده؟ هاجي اقوم عامل لك سكيو لاينز بالمنظر ده. فين مثلا ممكن نعملها ازاي؟ ممكن مثلا نيجي نعمل حاجه زي كده اهو. بص معايا كده بقى، ركز معايا كده، الخط ده والخط ده
بص ده في بلين وده في بلين تاني خالص، هل دول بارلل؟ تقول لي لا طبعا. هل انترسكتنج؟ لا برضو. امال دول بنسميهم ايه؟ ليهم اسم بقى عندنا اسمهم سكيو لاينز. يبقوا الخطين دول يا مستر اسمهم ايه بقى؟ سكيو لاينز. بيكون كل واحد منهم في بلينز. اه يبقى عندي يا مستر انواع او علاقة اللاينز ببعض، يا اما بارلل يا اما انترسكتنج يا اما ايه سكيو. لو ده اسمه L1 وده اسمه L2، لو قلت لك L1 intersection L2 هنا equal ايه؟ برضه فاي. فيجي يقول لحضرتك لو عندي تو لاينز الانترسكشن بتاعهم فاي، يبقوا التو لاينز بارلل ولا انترسكتنج ولا سكيو ولا بارلل وانترسكتنج مع بعض؟ يعني يا اما بارلل يا اما انترسكتنج. اه يا اما بارلل يا اما انترسكتنج. عندي اختيارين مش اختيار واحد، لان احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ على 3 دي. اه تمام. وكده بيكون كل واحد منهم في بلين مختلف. انا ماليش دعوه، ممكن ده يبقى في بلين عامل كده، بص ده بلين عامل كده وده في بلين تاني خالص، مثلا البلين عامله كده واخده ده معايا، ما لهمش علاقه ببعض خالص. تمام فهمتك يا مستر. عرفنا كده يا اولاد عراقه اللاينز ببعض ايه. تعالى بقى اما نتكلم على علاقه البلين واللاين. علاقه البلين اند اللاين، بعد كده هناخد علاقه البلين بالبلين، ونبقى كده خلصنا الدرس كله. تمام. لو انا عندي بلين، ادي بلين اهي، ممكن يجي لاين بارلل للبلين. بص كده لاين في حته تاني بارلل للمستوى اللي تحت ده. فلو جيت قلت لحضرتك اللاين والبلين اكس مالهم؟ البلين اكس بيقطع اللاين ولا ما بيقطعهاش؟ تقول لي بي انترسكت اللاين ال ايكوال ايه؟ ما بيقطعوش بعض فاي. فممكن اللاين بتاعي يبقى يبقى بارلل للبلين. تاني حاجه ممكن اللاين بتاعي يقطع البلين ازاي؟ ادي البلين اهي، يجي لاين معدي بيها كده. اه بص معدي بيها كده ومكمل تحت، بيقطعها في النقطه ايه؟ اه يبقى اللاين ال بيقطع البلين اكس اهو، اللاين ال انترسكت البلين اكس، بيقطعها فين؟ في نقطه واحده. اه يبقى اللاين بيقطع بلين في ايه؟ في نقطه واحده اسمها نقطه ايه؟ تمام. طب اخر حاجه في حل تاني؟ اه ايه الحل التاني بقى؟ ان اللاين نفسه يبقى كله على البلين، يبقى جوه البلين. اه يبقى موجود جواها. بص اللاين اللي اسمه اي بي، او تعالى نسميه ال بما اننا كنا عمالين نسمي الباقيين كلهم ال، اللاين ال هنا ماله؟ اللاين ال بيقطع البلين اكس، بيقطعها فين؟ البلين اكس بيقطعها فين؟ بيقطع كل حاجه في اللاين كله في اللاين ال. اه يبقى اللاين بيقطع البلين في نفس اللاين. طب تعالى نشوف الثلاث حالات دول، تعالى كده معايا نبص عليهم على نفس البرنامج. معلش انا عمال كل شويه اجيب الحاجات دي، بس صدقني الكلام ده هيفرق معاك جدا، يعني الكلام ده هيفرق معاك جدا انك تبقى متخيل وشايف الحاجات بعينك، وده يعني ده اظن يعني دي حاجه هتميزك جدا انك تبقى فاهم الحاجات دي. اهو ركز كده معايا، تعالى اما نجيب الثلاث انواع اللي احنا قلنا عليهم. اول حاجه اللاين ده ماله؟ كوينسايد على البلين، جزء من البلين، بص موجود جواها. يبقى الانترسكشن ما بين اللاين والبلين هو نفس اللاين ده. اه تمام. واحد مش واحد يقول لي اللاين الحته اللي اسمها اي بي، لا كله يا حبيبي ال كلها. ده اول كيس. طب تاني كيس ممكن يبقى اللاين بينترسكت البلين. بص كده اقوم جاي كده اهو واقوم مطلع ده كده اهو. بص الحاله التانيه دي اللاين بيقطع البلين ولا ما بيقطعهاش؟ بيقطعها. بيقطعها فين؟ في النقطه بي. دي الحاله التانيه. تقول لي طب استنى كان في حاله كمان لما يكونوا بارلل. اه بص كده ان اللاين يبقى بارلل للبلين اهو، اللاين ده بارلل للبلين مش بيقطعها، بص فوقيها خالص. تمام. ادي يا سيدي التلات حالات بتوعك. عرفنا كده الكلام ده؟ انا عارف طبعا انك عمال تقول لي يا مستر الاسئله هتيجي ازاي. يا عم اتقل بقى شويه، والله العظيم اقول لك الاسئله بتيجي ازاي. ماشي، الاسئله اسهل مما تتخيل. اخر حاجه عندنا علاقه البلينز ببعض. ركز بقى معايا، لو انا عندي بلين عامله كده، علاقه البلين بالبلين، علاقة البلين بالبلين. أولا أدي بلين أهي، ممكن تيجي بلين تانية بارلل ليها أهم، اتنين بلينز عمرهم ما هيتقابلوا، بلين كده وبلين كده بارلل لبعض. تخيل كده امسك كتابين وحطهم فوق بعض كده وسيب ما بينهم مكان، ده بلين وده بلين، بلين اكس وبلين واي. هنا البلين اكس بينترسكت البلين واي ايكوال ايه؟ سوري البلين واي ايكوال ايه؟ فاي. بنسميهم تو بارلل بلينز. تمام كده. يبقى البلين اكس بتانترسكت البلين واي ايكوال فاي. تمام. ايه الحاله التانيه؟ دي اول حاله ان هم يكونوا بارل. الحاله التانيه ان التو بلينز يكونوا بيقطعوا بعض.
ادي بلين اهي، وجت بلين تانية قامت قطعها اهو، انت متخيل كده؟ بص البلين التانية دي جت قامت قطعه لي البلين الاولانية اللي هي اللي كانت بالشكل ده، متخيل كده؟ قطعوا بعض. تقول لي قطعوا بعض هنا كده اهو، متخيل؟ ادي بلين وادي بلين، دي البلين مثلا اكس ودي البلين واي، اهو بلين وبلين جم قطعوا بعض. تقول لي معلش ورينا شكلها يا مستر، انا مش شايفها قوي. حاضر تعالى كده يا سيدي، اما نرجع اهو البلين، ممكن مثلا نيجي نمسح الكلام ده، تعالى بقى معايا كده نعمل بلين تانية. البلين دي قطعت البلين دي، قطعتها فين؟ تقول لي ايه ده بينترسكتوا بعض فين بقى؟ بينترسكتوا بعض في لاين. يبقى البلين بتقطع البلين، بص كده البلين دي قطعت البلين دي فين؟ في الستريت لاين. فتيجي حضرتك تعالى بقى نرجع تاني لكلامنا هنا. لو انا قلت لك البلين اكس قطعت البلين واي، بلين اكس قطعت البلين واي في ايه بقى؟ تقول لي في خط ده، في الستريت لاين ده. في الستريت لاين ال، ما ينفعش بلين تقطع بلين تانية، يبقوا اتنين بلينز بيقطعوا بعض في نقطة. لا لا لا، بيقطعوا بعض في خط. يبقى البلين بيقطع البلين في لاين، تمام. تقول لي طب استنى، في حالة تالتة مثلا. ايه الحالة التالتة؟ ان يكونوا نفس البلين، كوينسايد جوه بعض، يعني بلين وبلين تانية جواها. تقول لي وفي الحالة دي بيقطعوا بعض في ايه؟ بيقطعوا بعض في ايه؟ في اي واحدة منهم، يا اما في الاكس يا اما في الواي. واحد يقول لي الاكس هي الصغيرة، بيقطعوا بعض في الاكس. يا ابني لا، ما احنا اتفقنا البلين دي ممتدة في جميع الاتجاهات، مفيش واحدة صغيرة واحدة كبيرة. يبقى هنا البلين اكس بتقطع البلين واي في ايه؟ يا في اكس يا في واي، مفيش حاجة اسمها بلين صغيرة وبلين كبيرة يا حبيبي، دي ممتدة في جميع الاتجاهات ودي ممتدة في جميع الاتجاهات. فهمنا كده الموضوع عبارة عن ايه؟ اخر حاجة بس عايز اقولها، لان ساعات برضو شوية الريماركس دي بتيجي، بص كده يجي يقول لحضرتك ايه؟ يقول لحضرتك لو عندي اتنين بلينز ليهم كومن بوينت، بمعنى لو عندي بلين مثلا، خلينا مثلا نتخيل ادي بلين اهي، حاجة عاملة كده وحاجة تانية، ولا خلينا نظبط، نحاول نظبط شكل الرسمة شوية بقى، عيب كده يعني. ادي بلين اهي، بص كده بلين اهي بالمنظر ده، وعندي بلين تانية نعملها بلون تاني اهو، وادي بلين تانية اهي، بص كده ادي بلين، مستوى بلين، بص واقفة كده وبلين كده اهي على الأرض اهي. الاتنين دول بينترسكتوا بعض، وليكن دي بلين اكس اللي هي اللي باللون الاحمر، واللي باللون الازرق اسمها بلين واي اللي هي اللي واقفه كده دي، في انترسكشن ما بينهم في نقطه ايه؟ لازم النقطه ايه دي تبيلونج للخط اللي هما الاتنين بيقطعوا بعض بيه، ده اكيد صح؟ يعني البوينت ايه لازم تبيلونج من اللاين اوف انترسكشن بتاعهم هما الاتنين، تمام كده؟ طب ركز معايا بقى، واحد يجي يقول لي ايه؟ يقول لي طب استنى يا مستر، هو ممكن البلينز يقطعوا بعض في نقطه؟ ازاي؟ في حالة لو عندي ثلاثة بلينز ممكن يقطعوا بعض في نقطة واحدة. تقول لي ازاي؟ اقول لك اخر حاجة خالص بقى، افرض عند حضرتك كيوبويد او كيوب، بص كده مش الكيوبويد ده مكون من اكتر من نقطة او اكتر من فيس؟ ادي بلين اهي هنا كده في الشكل ده، وادي بلين اهي، وبلين ورا خالص، البلين اللي ورا خالص دي بيقطعوا بعض فين؟ في النقطة دي. بلين بيقطع بلين بيقطع بلين، بيقطعوا بعض في النقطة دي. لو عايز تشوفها، ودي آخر حاجة خالص بقى تشوفها، اوريها لك بس اوريك شكلها اهو، تعالى كده اما نمسح الكلام ده خالص، نمسح كده الكلام ده خالص، واقوم مثلا موريها لحضرتك بإيه مثلا. ممكن اهو نيجي نعمل مثلا كيوب اهو، بص كده البلينز دي اهو، بص في بلين هنا اهي، شايف؟ شايف معايا كده البلين؟ ثواني كده، ما انا ممكن اعلم مثلا على البلين دي يعني. شايف البلين اللي انا عاملها لك بالاخضر دي؟ تمام. والبلين دي كده عاملها لك مثلا باللون الازرق، والبلين اللي فوق دي كده مثلا عاملها لك باللون ده اهو. شايف التلاتة بلينز دول بيقطعوا بعض فين؟ في النقطة F. تلاتة بلينز بيقطعوا بعض في الكلام ده، تمام يا شباب. ده كده كان يعتبر شرح الدرس بتاعنا. على فكرة انا عارف بس الموضوع يبان في الاول كده يا مستر الكلام ده، بس اوعدك اوعدك مع الحل هتلاقيه باذن الله بقى اسهل درس عندك، تمام كده؟ اسهل درس عندك. وعلى فكرة بالمناسبة حاجة كمان، لو انت عندك بلين عاملة كده
ممكن يجي جروب اوف بارلل لاينز. بص ممكن خط يبقى بارلل كده وخط بارلل كده وخط بارلل كده وخط بارلل كده، انت متخيل يعني بلين في النص وعمال انزل خطوط كده بارلل ليها، بارلل لكل الكلام ده. يبقى يجي يقول لحضرتك كلمه كده: all vertical lines in space are parallel. parallel بس مش كل الهوريزونتال لاينز اللي في السبيس بارلل، بمعنى يعني اي لاينز فيرتيكال كده بارلل لبعضهم، بارلل ده بارلل ده، ده بارلل ده، كل الخطوط الفيرتيكال. انما هل كل الخطوط الهوريزونتال يعني خط هوريزونتال خط هوريزونتال خط هوريزونتال هل دول بارلل؟ لا. انما اي خط فيرتيكال في السبيس، لو جيت في اي حته كده حبيت اعمل خط فيرتيكال وحبيت اعمل خط فيرتيكال هنا، هتلاقي الخطين الفيرتيكال دول بارلل لبعض. ماشي يا شباب، يلا تعالى بقى ما نبتدي نحل، معلش رغينا كتير، اوعدك الموضوع سهل خالص. يلا بيقول لحضرتك ايه كده من البدايه: all the following cases determine a plane. فاكر لما قلت بديترمن البلين بايه؟ باربع حاجات: 3 distinct non collinear points، يا اما point عندي ثلاث نقط distinct non collinear، يا اما straight line ونقطه not belong to it، يا اما two parallel lines، يا اما two intersecting lines. دول الاربع حالات اللي يعملوا لي plane. فهو بيقول لك ايه: straight line and the point does not belong to it، دي تعمل لي plane واحده. two parallel lines ونون كوينسيدنت، مش على نفس الحاجه ماشي، يا اما تو انترسكتنج لاينز، تمام، كل دول يعملوا بلين. طب هل ينفع تو سكيو ستريت لاينز؟ اتنين سكيو ستريت لاين؟ لا. ايه علاقه ده؟ ده دول كل واحد يعني ايه سكيو ستريت لاين؟ يعني لاين عامل كده ولاين في ملكوت تاني عامل كده، ده في بلين وده في بلين تاني خالص. مش بيحددوا لي بلين واحد، تمام. بيقول لي ذا نمبر اوف ستريت لاينز اللي بيعدوا ببوينت، لو عندي نقطه ممكن كام لاين يعدي بيها؟ لاين اهو بيعدي بيها، لاين اهو بيعدي بيها، لاين اهو بيعدي بيها، لاين اهو بيعدي بيها، لاين اهو. ايه ده؟ ده اي نمبر في ستريت لاين اللي بيعدي بوينت واحده انفنت. اللي بعده استاذنكم نمسح بقى الكلام ده، يبقى هنا قلنا انفنت وهنا كنا قلنا اثنين سكيو ستريت لاينز. هنا ذا نمبر في ستريت لاين اللي بيعدوا بتو جيفن بوينتس، لو انا عندي بوينت وبوينت ينفع كام خط يجي يعدي بالاثنين دول؟ بس هو خط واحد يجي ياخد النقطتين دول وشكرا. يبقى 1. اللي بعده ذا نمبر اوف بلينز اللي بيعدوا بتو بوينتس، في كام في بلين، كام بلين ممكن يعدوا بخط واحد؟ تقول لي ادي بلين، ادي ممكن بلين يجي يقطعهم كده، ممكن لا بلين يجي من الناحيه الثانيه كده يا مستر، بلين بالعرض كده اهو يعدي بيهم هما الاثنين، ممكن بلين ثالث يجي بص بالايه بالعكس كده يجي ياخد دول كده مع بعض. تقول لي لا 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 ده انفينيت، يبقى انفينيت اماونتس اوف بوينتس يعدوا بتو بوينتس. طب بعد كده نمسح بقى الشكل المعفن اللي انا رسمه ده، نيجي هنا اهو بيقول لحضرتك ايه: the number of planes passing through three non-collinear points. في كام؟ هي بلين واحد، ثلاثة non-collinear point، point و point و point لازم يعدي بيهم بلين واحدة بس بالمستوى ده كده، تمام. اللي بعده بيقول لحضرتك ايه: if the straight line L، لو عندي line L parallel للبلين، اهو عندي بلين وعندي line parallel للبلين اسمه L ودي بلين X، اهو بص parallel لبعض يعني عمره ما هيقابلها، تمام. وبيقول لي البوينت A موجود على الإكس، عندي نقطة كده موجودة على البلين إكس اسمها إيه؟ بيسألك سؤال: لو اللاين L بيقطع البلين X فين؟ هل بيقطعها في فاي ولا في ال L ولا في الإكس ولا في الـ A؟ أكيد ما بيقطعهاش، مش هو parallel للبلين، بيقطعها فين؟ اللي بعده بيقول لك لو الستريت لاين L subset من البلين X، استنى بقى المسألة اللي بعدها، بص بيقول لي ايه: عندي ستريت لاين جوه البلين اكس اهو، ده اللاين ال، تمام. بعدين بيقول لك الاي موجودة على الاكس، خلي بالك ما قاليش الاي موجودة فين، قال لي الاي موجودة على الاكس، يعني ممكن تبقى الاي هنا، ممكن تبقى هنا، ممكن تبقى على الخط نفسه، انا ما اعرفش، انا ما اعرفش هي فين، نقطة اسمها ايه اهي هنا في اي داهية، انا مش فارق معايا، هو اساسا ما بيسألش عليها. بص بيقول لك ايه، ده حاططها لخبطك، بيقول لك اللاين ال بقى الخط ال بيقطع البلين اكس، بيقطعها فين؟ في نفس اللاين ال، بيقطعها في اللاين نفسه، بيقطعها في ال. شفت بقى الموضوع الاسئله بتيجي ازاي؟ اللي بعده ذا تو ستريت لاينز ال1 وال2 سكيو، يعني ايه سكيو؟ يعني واحد عامل كده واحد في ملكوت تاني كده عامل كده، ده بيعدي بيه بلين وده ببلين تاني خالص ما لهمش علاقه ببعض، هل بيقطعوا بعض؟ لا طبعا. يبقى بيقطعوا بعض فين؟ ال1 انترسكتنج ال2 فاي، بيقطعوش بعض، تمام. اللي بعده بص كده اللي بعده بيقول لي which of the following statements is not true، يعني كل دول true ما عدا واحده،
تمام. For any two points in space، أي نقطتين في السبيس، there is only one plane بتعدي بيهم. هل في بلين واحدة بس بتعدي بيهم؟ لا، ده في ملايين البلينز بتعدي بيهم. إزاي؟ ما هو الخط الاتنين دول يعملوا لي خط، الخط ده ممكن يجي بلين بالعرض كده تاخدهم هما الاتنين أهو، بلين واحدة أهو خدت الاتنين دول هنا، أو بلين تيجي عاملة كده بالطول كده تاخدهم هما الاتنين، أو بلين العكس من الناحية التانية، ملايين البلينز. يبقى الستيتمنت دي نوت ترو، يبقى هو ده ايه ده. طب تعالى اما نكملهم نشوف الباقيين، المفروض ان الباقيين كلهم يبقى ترو. بيقول لي any three non-collinear points بيدترمن بلين واحده، صح. vertices of a triangle بيدترمن بلين، ليه؟ لان الترينجل لازم يبقى non-collinear. يبقى اعرف الحته دي، ال three non-collinear يعني يعملوا لي ترينجل، وانا حتى كنت على طول برسم لك مثلث بيعمل لي بلين. اللي بعده for each two intersecting lines، في one plane بس بتعدي باثنين intersecting lines، صح. كل دول صح ما عدا نمبر ايه. ماشي يا دكاتره، نيجي اللي بعده. اظن ابتدت الصوره توضح لك شويه شويه. اللي بعده، which of the following statements is not true، يعني كلهم حقيقيين ما عدا واحده. any two different parallel straight lines determine a plane، اي اتنين lines parallel بيدترمن بلين. any two parallel lines في بلين واحده بس تعدي بيه، يبقى دي صح. For any two different intersecting line there is only one point in common، يعني اي اتنين different intersecting line، اي خطين بيقطعوا بعض، هل بيقطعوا بعض في نقطة واحدة؟ امال بيقطعوا بعض في كام نقطة؟ تمام كده. بيقول لي there is only for any two different intersecting line there is only one point in common. واحد يقول لي طب استنى، ما ممكن يبقوا نفس الخط، ممكن يبقوا على نفس الخط، ما عشان كده قال لك different، عشان ما حدش يجي يقول لي دول coincide. تمام، يبقى تاني واحدة برضو صح، نمبر بي صح. تعالى كده اما نشوف نمبر سي بتقول ايه، يمكن هي اللي تطلع غلط. بيقول لي for the two skew straight lines can't contain in the same plane، طبعا مش في السيم بلين، لاين عامل كده ولاين عامل كده، دول skew lines طبعا مش في السيم بلين. اللي بعده بيقول لي for any three non-collinear points، لو عندي ثلاثة non-collinear points there is only one plane passing through them at least، على الأقل. ايه كلمة at least دي؟ أنا عندي ثلاثة non-collinear point بتعدي بيهم بلين واحد، ايه على الاقل دي؟ يعني ممكن يبقى في اكتر من بلين؟ لا طبعا، هي بلين واحد. يبقى هي دي، يبقى هي دي يا مستر، نمبر تي. ايه كلمه اتليست اللي انت رميتها لي في الاخر دي؟ عارف لو ما كانش حاطط كلمه اتليست الكلام كان زي الفل، لحد اما جه وقام عامل لي ايه، قام حاطط لي الكلمه بتاعت ايه يا اولاد، بتاعت اتليست. يبقى دي كانت السؤال نمبر كام؟ نمبر 10. نيجي اللي بعده، استاذنكم نمسح بقى الكلام ده. يبقى قلنا هنا دي وقلنا في نمبر 9 كانت نمبر كام لما قلنا، قلنا ايه؟ تمام. نيجي اللي بعده، بيقول لي which of the following statements is not true. تمام. where L1 و L2 are two straight lines و X و Y are two planes. ركز بقى معايا. بيقول لي لو L1 intersect L2 equal phi. L1 اتنين lines بيقطعوا بعض في phi. يجي واحد يقول لي يبقى استنى بقى، معنى كده لو عندي خطين اتنين بيقطعوا بعض في phi، يا اما parallel يا اما skew. دي طبعا صح 100%. لو عندي خطين ما بيقطعوا بعض في phi، يا اما الخطين الاتنين parallel، يا اما الخطين الاثنين سكيو، واحد عامل كده وواحد في ملكوت تاني لوحده كده ما بيعدوش ببعض. يبقى دي صح. تاني واحده، بص كده تاني واحده بتقول ايه. بيقول لي اهو، بيقول لي L1 بيقطع البلين الاولى في فاي، يبقى معنى كده ما دام اللاين ما بيقطعش البلين، هل معنى كده ان اللاين بارلل بلين؟ طبعا، طالما اللاين ما بيقطعش البلين يبقى اللاين بارلل للبلين، بارلل ليها طبعا. اللي بعده بيقول لي L1 بينتر L2 سوري بينترسكت الX equal L2، معنى الكلام ده ايه؟ اللاين التاني بيقطع البلين X في اللاين التاني، يعني اللاين التاني موجود جوه البلين X. بعدين فبيقول لك يبقى ال L2 سبسيت من البلين X، صح. يبقى كل دول صح، قال لي يبقى اكيد اخر واحده دي اللي غلط. تعالى بقى اما نشوف اخر واحده دي غلط ليه، ما اكيد اجابتي هي دي نمبر دي. بيقول لي L2 سبسيت من الواي، L2 جوه الواي اهو، L2 جوه الواي. طب وبعدين؟ بيقول لك يبقى L2 بيقطع الواي في فاي، يا عم انت بتهرج ولا ايه؟ بيقطعها في L2. يبقى هي نمبر دي. فهمنا كده؟ يبقى قلنا دي دي ودي دي ودي كانت ايه. نيجي للسؤال اللي بعده، بص كده بيقول لحضرتك ايه، مديني رسمه. بيقول لك which of the following statements is not true، انهي واحده من دول غلط، انهي واحده من دول not true. هل ال L سبسيت من الاكس؟ ال L جزء من الاكس. هنا النقطة ايه؟ موجودة على ال L، بيقول لي موجودة على ال L بس مش موجودة في البلين. ازاي مش موجودة؟ ما البلين اذا كان اللاين جوه البلين،
لا ده طبعا موجود على الاكس. اه يبقى بيلونج ده لازم تبقى بيلونج من الاكس، يبقى هي دي اللي مش ترو. طب هنا بيقول لك النقطة اكس، النقطة سي موجودة في البلين، اه موجودة في البلين بس مش موجودة على اللاين، دي صح. النقطة دي بص بيقول لك ايه، الاي سي لو وصلت الاي والسي اهو، لو وصلت الاي والسي لبعض بيقطع اللاين اللي بيقطعها فين؟ في النقطة ايه؟ صح، يبقى كلهم صح ما عدا نمبر بي، يبقى نمبر بي هي اللي غلط. عرفنا يا ولاد شكل الأسئلة بيجي ازاي؟ تعالى اما نستكمل باقي الأسئلة. بيقول لحضرتك ذا تو بلين ار كوينسيدنت، يعني ايه كوينسيدنت؟ يعني جوه بعض، تو بلينز جوه بعض، وزي ما قلنا معنى ان هم جوه بعض، مش تيجي تقول لي بيقطعوا بعض في الصغيره، ما فيش بلين صغيره، كلهم نفس الحاجه. فبيقول لي فيهم كام نقطه ان كومن؟ هل فيهم 1 بوينت ان كومن؟ لا طبعا. هل فيهم 2 بوينتس ان كومن؟ يعني في 2 بوينتس، ده في ملايين البوينتس، في 3 كولينير بوينتس ولا في 3 نون كولينير بوينتس ان كومن؟ ما هم يعني ايه بيقطعوا بعض في ايه؟ في بلين، يعني بيقطعوا بعض في 3 نون كولينير بوينتس. اه بيقطعوا بعض في ايه؟ في بلين. تمام، يبقى الاجابه هتكون نمبر كام؟ نمبر دي. اللي بعده بيقول لي ذا ديفرنت فيرتيكال ستريت لاينز ان سبيس، يعني لو عندي كذا فيرتيكال، لو عملت خط فيرتيكال كده، خط فيرتيكال كده من عند الفيرتكس هنا، خط فيرتيكال هنا، خط فيرتيكال هنا، بيكونوا مالهم كلهم؟ بارالل. اول فيرتيكال ستريت لاينز ان سبيس ار بارالل. طب الهوريزونتال؟ لا زي ما قلناها. اللي بعده كل حاجه كنا بنقولها مهمه. اللي بعده بص معايا كده يا مهندس، بيقول لك if a straight line and a plane have two points in common، عندي straight line و plane بيقطعوا بعض في نقطتين اتنين بس، have two points in common then the straight line ماله؟ تقول لي ما هو استنى بقى، يعني ايه بيقطعوا في نقطتين مش اتنين بس؟ لا يعني عندهم نقطتين اتنين، يعني ايه؟ امتى اللاين يقطع البلين؟ تقول لي بص يا مستر، اللاين ممكن ما يقطعش البلين خالص، يبقى مفيش انترسكشن ما بينهم، تمام؟ او تقول لي اللاين يقطع البلين وساعتها بيقطعها فين؟ في نقطة واحدة فقط اهو، بيقطعها صح ومن تحت كده مكمل اهو، يعني تحت كده بيقطعها في نقطة واحدة. تقول لي امال امتى يقطعها نقطتين؟ لا لا لا، معنى انه يقطعها نقطتين يبقى اكيد جوه البلين، ده بيقطعها في ملايين النقط منهم اتنين، ها بيقطعها في ملايين النقط، اصل مفيش حل تاني، ازاي لاين يجي يقطع البلين في نقطتين؟ اكيد اللاين جوه البلين. اه يبقى اللاين ده ماله؟ lies completely inside the plane، ده لازم يبقى جواها، يبقى الإجابة هتكون مالها؟ نمبر سي. اللي بعده بيقول لي X, Y, and Z are planes in space where X intersection Y intersection Z equal A. آه فاكر كده؟ تلاتة planes بيقطعوا بعض في نقطة واحدة، فاكر زي ما أنا قلت لحضرتك إيه رسمة اللي أنا وريتها لك اللي هي الكيوب أو الكيوبويد، فاكر كده لما رسمنا كيوب وقلت لحضرتك التلاتة planes بيقطعوا بعض في vertex واحدة من الفيرتسيز دول. آه بيقطعوا بعض مثلا هنا البلين اللي تحت دي والبلين اللي هنا دي اللي في الجنب دي كده والبلين اللي في وشي دي كده، بص بيقطعوا بعض في النقطة دي. تمام، عندي بلين اكس وبلين واي وبلين زد بيقطعوا بعض في نقطة ايه؟ اند بلين اكس انترسكشن بلين واي ايكوال خط اكس. تعالى اما نسمي مثلا ادي بلين اكس اهي مثلا وادي بلين واي، بيقطعوا بعض اكس وواي بيقطعوا بعض فين؟ في الخط ده اهو في اللاين ال. لازم النقطة دي مالها؟ تبيلونج لللاين ال اللي احنا قلناها، لازم النقطة مثلا هما بيقطعوا بعض في نقطة ايه، التلاتة بيقطعوا بعض في نقطة ايه، لازم يبيلونج الايه كمان، هو كمان ايه يبيلونج للال. تمام يا شباب، يبقى هتبقى نمبر 16، هتبقى طبعا استنى كده هو بيقول لي ايه which of the following not true، لا لا دي ترو، اه ما دي ترو، هو عايز not true. طب هل ال ال بيقطع الزد في نقطة ايه؟ هو فين البلين الزد؟ احنا قلنا البلين اكس اللي هي في الارض، البلين زد بقى بص اللي هي دي اللي في وشي دي. فبيقول لي هل اللاين ال بيقطع الزد في نقطة ايه؟ اه بيقطع في نقطة ايه؟ انت متخيل كده؟ هوريها لك دلوقتي على البرنامج عشان لو كانت مش واضحة. اللي بعده هل ال بارلل للزد؟ الخط ال بارلل للزد؟ لا طبعا ال مش بارلل للزد، صح كده؟ طب هنا هل الاي بيلونج للزد؟ اه الاي موجودة على البلين اللي هي الزد. فهمت كده؟ كل دول صح ما عدا نمبر كام بقى؟ نمبر سي. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون نمبر كام يا ولاد؟ نمبر سي. تمام كده؟ لو حابب تشوفها والله خلاص، ما احنا كلنا وريناها، يعني تقدر ترجع للفيديو في حته لما انا رسمت لك كيوب كده، اه وريتك الانترسكشن. اللي بعده بيقول لي A و B و C are three points determine a plane، معنى ان هم بيدترمن a plane معنى كده ان هم ايه يا اولاد؟ three non collinear points، ومعنى ان هم three non collinear points يبقوا بيعملوا لي مثلث،
واي مثلث عشان اكونه لازم ايه اللي يحصل؟ لازم السمشن بتاع اي اتنين سايد يبقى اكبر من التالت. يبقى لازم اي اتنين سايد، اي اتنين سايد اعملهم بلس بعض يبقى اكبر من التالت. اهو هي دي، اي اتنين بلس بعض اكبر من التالت. هنا بيقول لي اي اتنين بلس بعض اصغر من التالت؟ لا، هنا بيقول لي اي اتنين بلس بعض قد التالت. ده ما يعملش تراينجل دول. طب هنا هل التلاتة لازم يبقوا قد بعض؟ ما مش لازم يبقوا قد بعض. مين قال ان لازم يبقوا قد بعض؟ فهمنا كده؟ يبقى الوحيدة هي نمبر سي. اللي بعده بيقول لي the least number of planes to determine a solid. عشان اعمل شكل مجسم، شكل solid in 3D محتاج كام بلين؟ محتاج كام بلين عشان اعمل solid؟ خلي بالك solid يعني شكل مقفول. عشان اعمل شكل كده يعني مثلا لو حطيت جواها شوية مية ما تتدلقش، محتاج كام بلين عشان اعمل solid؟ محتاج ثلاثة ولا محتاج أربعة؟ حاول كده تقفل شكل، امسك كده كذا بلين كتب كده عندك وحاول تقفل تعمل سوليد، هتلاقي محتاج أربعة على الأقل. تقول لي إزاي أربعة يا مستر؟ أقول لك بص كده معايا، أول حاجة أنا هعمل أرضية، تمام؟ بعد كده هعمل بلين عاملة كده جاية مايلة كده في الاتجاه ده، بعدين هعمل بلين جاية مايلة في الاتجاه ده العكس الناحية التانية. آه فهمت كده، أدي بلين وأدي بلين أهو. بعدين اجي ها انا عملت بلين عامله كده وبلين عامله كده، بعدين نيجي نعمل ايه بقى؟ اقفلها من هنا. يبقى انا كده عملت الايه؟ عملت الاربع حاجات، الاربع سوليد اللي انا محتاجهم عشان الحته دي تبقى مقفوله زي الهرم. اوريها لك، تعالى كده اما اوريها لك. بص انا هعمل ايه عشان اعمل سوليد، عشان نعمل سوليد بص كده انا محتاج اربعه بس. تقول لي ازاي؟ تعالى كده اما نعملها، يعني انت ممكن تعرفها وخلاص يعني، بس تعالى كده اما نمسح اهو ده، امسح ده، ممكن نمسح دي كمان. تعالى يا سيدي اما نعمل سوليد اهو. انا عايز اعمل سوليد، سوري ارجع لي بقى، بلاش بقى كده بقى تكسفني قدام الطلب اهو. ماشي، عايز اعمل سوليد. تقول لي يا مستر ممكن نعمل سوليد ازاي بحيث يبقى فيه اربعة بلينز، اربعة بلينز فقط؟ تقول لي تمام ممكن نعمل ايه. بص انا هاجي اعمل ايه، هعمل ثلاثة بلينز بيقطعوا بعض والارضية. ادي بلين اولاني اهو، تمام كده، ادي بلين اولاني بحيث كاني، بص يا ولاد كاني بعمل هرم، هرم قاعدته مثلث. انت متخيل؟ انت متخيل؟ بص انا هعمل ايه، خلينا الاول نعمل كاننا بنعمل هرم. بص انا اول حاجة هعمل مثلث، فين المثلث اهو؟ بوليجون مثلث، ومن كل واحد سوري خلاص كده، بعدين نيجي على البوليجون ده نوصلهم ببعض ال A بال B بال C ونرجع اهو. من كل واحد من دول اخد نقطة فوق بقى، بص هاخد نقطة فوق، اطلع ال A النقطة دي كده، اطلعي بقى. لا انا مش عايزك كده. طب انت فين اهو، هاخد نقطة هنا كده، سيبك من النقطة دي اهو، انا هاخد نقطة هنا. بعدين اجي ايه بقى، اوصل بلين كده، اوصل بلين بدول بالتلاتة دول، تمام. بعدين اجي اوصل بلين، بعدين اجي اوصل بلين بدول، ادي البلين التانية. بعدين اجي اوصل بلين بدول بده وده وده، شايف دي البلين التالتة، وفي البلين اللي هي الارضية. بص عملوا لي السوليد اللي هو الايه، السوليد اللي انت شايفه جوه ده، اللي هو بص لو انا جيت كده وصلت بقى كل دول ببعض، وصلت الخط ده بالخط ده، وصلت الخط ده بالخط ده، وصلت الخط ده بالخط ده، وصلت الخط ده بإيه تاني؟ ما خلاص، ما انا وصلت كده كل حاجة اهو. لا لا انت خلاص بقى اسكت، انت بقى اسكت بقى اهو. ده عمل لي يا ولاد الشكل اللي انا بقول لك عليه اهو، شايف السوليد ده كأنه بيراميد. اه ده سوليد، ليه كام بلين؟ ليه بلين هنا صح اهو، ليه كام بلين؟ بلين هنا وبلين هنا، بلين من ورا وبلين اللي هي الأرضية. يبقى أي سوليد أقل عدد من السايدز اللي أنا محتاجها كام سايد؟ محتاج أربعة. فهمت كده؟ كأنه بيراميد، بيراميد بس البيز بتاعته مالها؟ ترانجل. ماشي يا دكاترة، تعالى يلا أما نستكمل بقى. بيقول لحضرتك إيه هنا؟ if m is the point outside the plane، عندي نقطة outside the plane that contains the point A و B و C، أهو عندي نقطة بره كده اسمها m، وبلين بتعدي اسمها بتعدي بالـ A والـ B والـ C، ايه في حته وبي في سته وبي سي في حته، تمام. عايز يعرف ام ايه مالها بقى، لو وصلت الام بالايه ماله؟ اكيد هيقطع البلين.
فبيقول لك lies completely inside the plane. لا طبعا. intersect هل بيقطع لي البلين في النقطة ايه؟ اه بيقطعها، اكيد بيقطعها in a point. امال بيقطع في 2 points، بيقطع منين في 2 points؟ parallel البلين، parallel ازاي؟ ده انا بقول لك وصل الام بالايه. اللي بعده بيقول لي the two non parallel planes، لو عندي اتنين planes مش parallel، plane وبلين تانية جت تقطعها، بيقطعوا بعض فين البلينز دول؟ تقول لي بيقطعوا بعض في خط، في ستريت لاين. او بعض فين؟ في ستريت لاين. تعالى بقى نخش بقى على اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه في كويستشن 2؟ بيقول لي ميديتيت. يعني شوف بقى بيقول لحضرتك ايه ميديتيت، تامل كده بقى واقعد كده ايه ميديتيت ان ذا اوبوزيت فيجر اند انسر ذا فولوينج كويستشنز. طيب ايه اللي بيقوله لي في الفيجر اللي قدامي ده؟ بيقول لي هاو ماني لاينز كاري ايدجز ان ذا فيجر، في كام ايدج في الفيجر ده، يعني في كام خط؟ تقول لي عادي ممكن اعدهم، تحت في اربعه، بص ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه اهو، بعدين خمسه سته سبعه ثمانيه اهو، ثمانيه في حاجه تاني بس هم دول ثمانيه ايدجز. يجي اللي بعده state the names of the straight lines which carry edges and passing through point A. في كام straight line بيعدي بالA؟ ها تقول لي في كام ستريت لاين؟ ستريت ذا نيم اوف ستريت لاينز ايه؟ الاي بي. ايه تاني بيعدي بالاي؟ ادي الاي دي. ايه تاني؟ والام اي. في حاجه تاني كده بيعدي بالاي؟ بس هما الثلاثه دول. اللي بعده بيقول لي هاو ماني بلينز ويتش كاريز فيسز ان ذا فيجر، في كام بلين اللي بيكاري فيسز؟ خلي بالك الارضيه دي فيس صح، وكل واحد من السايدز دول طالع بايه؟ طالع بفيس، يعني ده كده طالع بفيس، ادي اتنين ادي كده تلاته اهو الفيس ده، ادي كده اربعه، بص كل فيس من الارضيه طالع بواحد، وفي واحد ورا خالص خمسه، يبقى انت فاهم، يبقى واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، يبقى كلهم فايف. ودايما لو عايز تعرف النمبر اوف فيسز خدها مني كده، شوف البيز، لو حاجه عامله زي البيراميد شوف البيز في كام سايد وزود عليه واحد، لاني بزود الارضيه، كل فيس يعني الفيس ده سوري السايد ده خارج منه فيس واحد اللي هو الفيس ده اهو، تمام. السايد التاني يعني شايف، يعني انك المفروض تبقى شايف الكلام ده، الفيس التاني اللي هنا اهو طالع منه الفيس ده، الايدج التاني اللي هنا ده طالع منه الفيس ده، والايدج التاني اللي هنا ده طالع منه الفيس ده، والارضيه كلها ما تنساش الارضيه، يبقوا كلهم كام فيسز زي ما قلنا؟ قلنا 5. تمام اللي بعده بيقول لي ستيت state the name of three planes passing through A. ايه planes اللي بتعدي من نقطة A؟ plane، اولا plane اللي اسمها MBA، في plane A تاني ABCD اللي هي الارضية خالص دي صح ولا لا؟ اللي هي الارض دي بتعدي بالA. ايه plane التانية؟ AMD اللي هي اللي ورا صح؟ MAD او AMD مش فارق. ماشي يا دكاترة، دي كده كانت question 2. تعالى كده اما نيجي ل question 3 بيقول لحضرتك ايه برضو هنا؟ meditate ووريني كده. طيب write three straight lines passing through A. خلي بالك فين ال point A؟ دي A B C D اللي هو الأرض ده، فوق A داش B داش C داش D داش. طيب هو عايز straight lines بتعدي بال A. ايه ال straight lines اللي بتعدي بال A؟ أول واحدة كده تقول لي ال A B، وإيه تاني؟ وال A A داش. ايه تاني بيعدي بيه؟ والاي دي، مش هما كده دول كلهم الاي دي والاي اي داش والاي اي داش، سوري والاي دي داش والاي اي داش. تمام نمره 2 write the straight line passing through point A and B together. في حاجه بتعدي بالاي والبي together؟ مفيش غير اي بي بس، واحنا قلنا في كام straight line بيعدي بالاي والبي او بيعدي بتو بوينتس، هو straight line واحد بس. اللي بعده بيقول لي write three planes بيعدوا بالبوينت A. طيب يعني سهله خالص، هتكتب لي البلين الاول الارضيه خالص اللي اسمها A B C D، البلين اللي تحت دي بتعدي بالنقطه ايه اهي، في البلين اللي هنا A B B داش A داش A B B داش A داش، ايه البلين الثانيه اللي بتعدي بال A؟ واحد يقول لي البلين اللي ورا خالص دي، شايف اللي ورا خالص دي اللي هو ال A D D داش A داش A D D داش A داش. بس يا سيدي question 4 بص بيقول لحضرتك ايه write 3 planes passing through A and B together، في كام plane بتعدي بال A وال B على بعض؟ تقول لي بص بقى، اولا في ال plane دي اللي بتعدي بال A وال B together اسمها A B B dash A dash، تمام. تاني حاجة بتعدي بال A وال B ال plane دي صح ولا لأ؟ اللي بتعدي بال A وال B together اللي هي اسمها A A B C D، تمام. نيجي بعد كده بقى ركز بقى معايا، عايز اجيب
البلين الأخيرة خالص اللي هي بلين بتعدي بالـ A والـ B together. يبقى احنا أول واحدة قلنا A B B داش A داش و A B C D، في واحدة تانية بقى. بص بقى معايا كده، تقول لي يا مستر مفيش تالتة. لا، ما أنا ممكن أعمل أي بلين تاني، يعني مثلا ممكن أجي أوصل الخط ده كده، وممكن أجي أوصل الخط ده كده. بلين ولا مش بلين دي؟ أه بلين أهو، ما هو في infinite amounts of planes بتعدي بالكلام ده. آه البلين دي كده A B C داش D داش، A B C داش D داش، كل دي planes بتعدي بالكلام ده، في infinite amounts of planes. احنا قلنا لو ثلاث نقط يبقى لا، بلين واحدة بس اللي عندي. اللي بعده بيقول لك the opposite figure represents a classroom. ماشي، write the number of the lines which carry the edges intersect مع ال A B. في كام line بينترسكت مع ال A B، مع الستريت لاين اي بي، يعني لو مديت الخط ده كده ومديت الخط ده كده اهو، في كام لاين بيقطعوا؟ اولا الاي داش اي بيقطعوا، الاي داش اي ده بيقطعوا، ايه تاني بيقطعوا؟ البي داش بي بيقطعوا، في حاجه تاني بتقطع اللي هو الاي بي. اه تقول لي يا مستر مين تاني ممكن؟ الاي دي اللي هنا ده بيقطعه. اه ال A دي بيقطعوا، ايه تاني بيقطعوا؟ ال B C، كل دول بيقطعوا الخط اللي اسمه ده اللي اسمه A B. احنا كده اهو، بص الموضوع كله كده انك تقعد تبص وتشوف بعينك كده. بعد كده بيقول لي the lines which carry edges parallel لل A B، في كام واحد parallel A B؟ تقول لي ده parallel لل A B اللي هو ال C D. في ايه تاني parallel ليه؟ ال D داش C داش، ال D داش C داش ده برضه parallel ليه. ايه تاني parallel ليه؟ تقول لي ده ال A داش B داش. تمام كده، بص عمال اكتب في لاينز زي ما انت عايز. تمام يا دكاترة. ممكن مثلا نقول ايه تاني، يعني مثلا ممكن واحد يقول لي في حاجة تاني حاجة نكتبها؟ لا خلاص. بعد كده بص بيقول لحضرتك ايه، بيقول لك انا عايز اعرف في كام لاينز سكيو مع ال AB. اه سكيو يعني ايه؟ يعني ال AB هنا عايز واحد مش في نفس البلين بتاعته، ومش مش انترسكشن ليه. ده مثلا بص، ده في ملكوت وده في ملكوت تاني خالص، السي داش سي سكيو معاه. ايه تاني؟ لو عملت البي بي داش لا بيقطعوا، لو عملت الاي اي داش لا بيقطعوا، طب لو عملت الدي دي داش ولا ليه علاقه دي؟ الدي داش دي مالوش علاقه بيه خالص. طب واحد يقول لي الخط ده اللي تحت خالص ده ايه علاقته بيه؟ ولا ليه علاقه بيه. الاي داش دي داش، طب الخط ده ايه علاقته بالاي بي؟ ولا ليه علاقه بيه، اللي هو البي داش اللي تحت بقى، البي داش سي داش ده برضه مالوش علاقه بيه. كل دي لاينز مالهاش علاقه، سكيو مع اللاين ده. ماشي يا شباب. اللي بعده بيقول لحضرتك ايه، رايت ذا نمبر اوف بلينز اللي بتعدي ب 1 بوينت. في كام بلين بتعدي ب بوينت؟ انفينيت. في كام بلين بتعدي ب 2 بوينتس؟ انفينيت. صح، يعني لو 2 بوينتس يعني لاين ممكن يعدي بيهم ملايين البلين. بلين يجي معدي كده ياخدهم هما الاثنين، بلين يجي يقطعهم هما الاثنين كده وينزل تحت، صح ولا لا؟ انفينيت. تمام. طب لو 3 كولينير برضو انفينيت. اه لان 3 كولينير كانهم 2. طب 3 نون كولينير؟ هي واحده بس. ماشي يا دكاتره، دي كده كانت المساله نمبر 5، يعني حاجه عبيطه كده برضو حبينا نبص عليها. نبص كده على سؤال هنا بيقول لحضرتك حط يا بيلونج يا نوت بيلونج، يا سبست يا نوت سبست. ال ال فين اللاين ال اللي هو الخط ده كده اللي بالطول ده كده؟ بيقول لي هل موجود في البلين اكس؟ يجي واحد يقول لي ايه؟ يقول لي لا مش موجود، ده خارج بره. يا ابني البلين دي ممتده في كل الاتجاهات. ايوه يا ابني، يبقى سبسيت يا حبيبي. ليه سبسيت؟ طيب مش ده لاين مكون من انفينيت نمبر اوف بوينتس؟ يبقى سبسيت. اللي بعده النقطه ايه موجوده في البلين اكس؟ طبعا موجوده. بتقول لي بس النقطه ايه دي نقطه، يبقى نحط بي لونج. اللي بعده النقطه سي موجوده في البلين واي؟ لا، ده البلين واي هنا اهي. اه النقطة سي مش عليها، يبقى تقول لي نوت بيلونج. ليه؟ عشان السي دي نقطة. طب اللي بعده بي سي، الخط اللي اسمه بي سي ده، شايف الخط ده بقى ماله بقى البي سي ستريت لاين، موجود في الواي؟ لا مش موجود فيها يا مستر. يبقى تقوم حضرتك قايل لي ايه؟ قايل لي نوت سبست. ليه سبست؟ ليه نوت؟ ليه مش بي نوت بيلونج؟ عشان ده لاين مكون من كذا نقط. تمام كده يا شباب. يبقى زي ما احنا قلنا هتكون السبست بيلونج نوت بيلونج نوت سبست. ماشي كده. نيجي اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك ميديتيت وقول لي كده البلين اي بي بي داش اي داش، تعال اما نعلم عليها، اي بي
بي داش اي داش اللي هي البلين دي اهو، بيقول لي البلين دي بتقطع، خلي بالك بقى بتقطع انهي بلين؟ البلين اللي اسمها بي سي سي داش بي داش اللي هي البلين دي، بتقطعها فين؟ التو بلينز دول بيقطعوا بعض فين؟ تقول لي في الخط ده. اه الخط ده اسمه ايه؟ ستريت لاين بي داش بي، ستريت لاين، تعمل لي علامة الستريت لاين. اللي بعده بص تاني واحدة بقى بيقول لحضرتك ايه، بيقول لك البلين اللي اسمها اي بي سي، شايف البلين اللي اسمها اي بي سي ممتدة في جميع الاتجاهات، بتقطع البلين اللي اسمها اي داش بي داش سي داش، بيقطعوا بعض في ايه؟ في فاي، دول تو بارلل بلينز. اللي بعده بيقول لحضرتك ايه، وركز بقى معايا في السؤال ده، بيقول لك اي سي، ماشي فين الاي سي؟ اهو الخط ده، انت اهو يا عم الخط ده، بيقطع الخط اللي اسمه اي داش سي داش، بيقطعوا بعض في ايه؟ طول ما بيقطعوش بعض في فاي. اللي بعده بيقول لحضرتك البي بي داش، تعال اما نعلم عليه كده، البي بي داش اللي هو الخط ده، ده خط مكمل في جميع الاتجاهات، بيقطع البلين اللي اسمها اي بي سي، بيقطع البلين دي في ايه؟ بيقطعها في ايه؟ تقول لي بيقطعها في النقطة دي، صح ولا لا؟ وتحطها لي جوه حاجة كده. فهمنا كده يا دكاترة، ادي الموضوع بمنتهى البساطة، سؤال سهل وعبيط جدا. اللي بعده بيقول لحضرتك ده بلين ام اي بي، فين البلين ام اي بي؟ اهي البلين، خلي بالك دي ممتدة في جميع الاتجاهات حواليها يعني كده وكده، بتقطع البلين اللي اسمها ام سي بي او ام بي سي، بتقطع دي في ايه؟ في الخط اللي اسمه ام بي، ستريت لاين، مش تقول لي لاين سيجمنت، ستريت لاين، دي مكملة ودي مكملة، تمام. اللي بعده بيقول لك ذا بلين ام بي سي، تعال اما نعلم عليها، فين ام بي سي اللي هي البلين دي، بتقطع بقى البلين اللي اسمها اي بي سي، بتقطعها فين؟ ها البلين دي بتقطع بلين، بتقطع بلين في ايه؟ في لاين، في الخط اللي اسمه بي سي، ستريت لاين، تمام. نيجي اللي بعده بيقول لي ايه بقى، الخط اللي اسمه ام بي، تعال اما نعلم عليه اهو الخط ده، ادي الخط اللي اسمه ام بي، ماله بقى؟ بيقطع البلين اللي اسمها اي بي سي، بيقطع البلين اللي في الارض دي، بيقطعها في ايه؟ في النقطة دي. اللي بعده بيقول لي الام سي بيقطع الاي بي، خلي بالك بقى فين يا مستر الام سي ده اصلا؟ اهو ام سي، ادي الام سي ده كده، بيقول لي بيقطع الاي بي، بتقطع الاي بي فين؟ هما دول ايه علاقتهم ببعض؟ دول سكيو لاينز دول ولا ايه يا مستر؟ طبعا سكيو لاينز، يبقى بيقطعوا بعض في ايه؟ في فاي، دول سكيو لاينز، تمام كده. نيجي يا دكاترة للمسألة اللي بعدها، بيقول لحضرتك ام اي بي، فين الام اي بي اللي هو ده؟ بيقطع الام بي سي، بيقطع الام اي سي اللي هو من ورا، بيقطعوا بعض في النقطة ام، صح؟ بلين ده والبلين ده والبلين ده بيقطعوا بعض في النقطة ام، ماشي يا شباب؟ فيعني اظن انا شايف الموضوع سهل، مش صعب خالص. طيب اللي بعده ده ايه ده بقى، خلي بالك دي ارضيه مثلث، عشان بس ابقى متخيله، انا عندي مثلث كده، عندي مثلث بس هو شكله رايت اهو، مثلث عامل كده، ومن المثلث ده رسمت هرم، يعني ده كده ثلاثي الابعاد، انت متخيل النقطه دي على الارض؟ دي الارض اهي، اهي دي الارض، ومن الارض دي طلعت نقطه فوق، دي بلين اكس، سمى دي بلين واي، وسمى اللي انا معلم عليها بالاخضر دي بلين زد، تمام. بص بيقول لحضرتك ايه، بلين اكس بتقطع بلين واي، الاثنين بلينز اللي جنب بعض دول بيقطعوا بعض في ايه؟ في الخط اللي اسمه اي سي، ستريت لاين، تمام. بعدين بيقول لك بلين اكس، طب بص بلين اكس اللي هي البلين دي كده بتقطع البلين زد اللي هي الاخضر في ايه؟ البلين دي كده بتقطع البلين دي في الخط اللي اسمه بي سي. بعد كده بيقول لك طب الواي والزد بيقطعوا بعض في ايه؟ في السي دي، صح ولا لا؟ اظن انا شايف الموضوع لحد دلوقتي سهل. اللي بعده بيقول لك طب الاي بي، شايف بقى الخط اللي اسمه اي بي اللي هو الخط ده كده اهو ستريت لاين، بيقطع البلين اكس فين؟ تقول لي في نفس الخط ده، هو موجود في البلين اكس، يبقى في الاي بي نفسه، صح ولا لا؟ طب اللي بعده عايزك هنا تحط يا بيلونج يا نوت بيلونج، يا سبست او نوت سبست، اللي انت عايزه. بيقول لي البي سي، فين الخط اللي اسمه البي سي اللي هو الخط ده كده اهو الخط ده، موجود في البلين اكس؟ موجود، يبقى سب ست. طب البي سي، نفس البي سي اللي هو الخط ده، موجود في البلين زد؟ موجود، يبقى سب ست برضه، تمام. اللي بعده تعالى اما نمسح بقى الكلام ده، وانت يلا اللي تقول لي بقى اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه، ميجر اوف انجل بي سي دي، شايف الانجل دي كده ب 90، تمام. بعدين بيقول لك وطول البي سي طوله كده ب 3 وطول السي دي ب 4، يبقى لو عملت بايثاغوراس يطلع ده ب 5، صح؟ بيقول لي طول البي دي بكام؟ 5، يعني ايه الهبل ده؟ بايثاغوراس، رايت انجل تراينجل، عندي رايت انجل تراينجل، واحد ب 3 وواحد ب 4، يبقى الثاني 5.
ماشي يا دكاترة. المسألة اللي بعدها أظن يعني دي برضو أنت هتعرف تعملها. بيقول لك identify the relative position of each pair، يعني تقول لي إيه بس اللي هتقوله لي هنا؟ تقول لي دول parallel ولا intersection ولا skew. أول خط أهو، بص كده بيقول لحضرتك أول خط إيه؟ ال AB. فين ال A؟ أنت فين يا AB؟ أهو أدي ال AB. تاني واحد ال DD داش، بص كده ال DD داش فين؟ هنا. إيه ده؟ دول skew lines. يبقى فهمت بقى هتعمل ايه؟ تقعد كده تشوف للخط ده والخط ده intersecting parallel، هسيبها لك انت تكملها دي. اظن هبل يعني، هبل. طب بص هنا على فكره خلاص يعني تقريبا هو الدرس كده خلص. البلين اكس بتقطع البلين اللي اسمها اي بي سي. لا 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 لا، فين البلين اللي اسمها اي بي سي؟ ركز بقى معايا، اوصل الايه؟ بالبي بالسي. ده عمل لي المثلث، شايف الشريحه اللي بالعرض دي؟ كأن جت شريحه بالعرض قطعته. فبيقول لي البلين اكس اللي هي فين؟ البلين اكس اللي هو الخط اللي هناك ده، بص اللي هي عاملها لك بالازرق كده، اللي هي البلين دي كلها اللي بالازرق اللي هناك دي بتقطع الشريحه اللي بالعرض دي في ايه؟ في الخط ده اللي اسمه اي بي. فهمتك يا مستر، بتقطع الخط اللي اسمه اي بي ستريت لاين طبعا، لان ده ممتد في كل الاتجاهات. نفس الكلام. طب بيقول لي طب الشريحه واي، فين الواي بقى؟ تعال نمسح ده. البلين واي دي، البلين واي اهي، بتقطع الشريحة اللي بالعرض ده في ايه؟ في الاي سي. فهمتك يا مستر، بتقطعه في ايه؟ في الاي سي. وبرضه تقوم حضرتك ايه اللي ايه؟ ستريت لاين. تمام. نيجي بعد كده بيقول لك طب البلين اكس بتقطع البلين واي، بتقطع الشريحة اللي اسمها اي بي سي، التلاتة بيقطعوا بعض في ايه؟ تقول لي بص يا مستر، الاتنين دول بيقطعوا بعض في الخط ده، ولو جه الشريحة قطعتهم بالعرض يقطعوا بعض في النقطة ايه؟ كلهم بيتقاطعوا في النقطة ايه؟ الشريحة دي والشريحة دي والشريحة اللي بالعرض اللي جت قطعته، بيقطعوا بعض في النقطة اللي هي النقطة ايه. ماشي يا شباب. مسألة كمان كده، بص بيقول لحضرتك ميديتيت وقول لي كده البلين اللي اسمها اي بي سي دي فين؟ ادي البلين اللي اسمها اي بي سي دي بارلل البلين اللي اسمها ايه؟ اي داش بي داش سي داش دي داش، اي داش بي داش سي داش دي داش. يعني ايه الهبل؟ اللي بعده بيقول لك البلين اللي اسمها بي سي سي داش بي داش، بي سي سي داش بي داش، اللي هي البلين دي اللي هي عارف اللي في وشي دي، اللي في وشي على طول دي، اللي هي دي بارلل لانهي بلين؟ للي ورا، للاي دي دي داش اي داش، اي دي دي داش اي داش. فهمت كده؟ اللي بعده بيقول لحضرتك البلين، البلين اللي اسمها اي بي بي داش اي داش، اللي هي فين؟ اي بي اللي هي دي، اللي هي البلين اللي هنا دي. مالها بقى البلين اللي هنا دي؟ بيقول لي بتقطع البلين اللي اسمها اي بي سي دي، اللي هي بتقطع اللي في الارض في ايه؟ البلين دي، الخط ده والخط ده بيقطعوا بعض في الخط اللي اسمه الاي بي اللي هو الخط ده. فهمتك يا مستر، بيقطعوا بعض في الستريت لاين اللي اسمه اي بي. ماشي يا اولاد، وهكذا يعني. انا شايف والله الموضوع سهل قوي. طب بص هنا كده ممكن ناخد، يلا تعالى نكملها وخلاص. الاي بي بي داش اي داش اللي هي الشريحه دي بتقطع الدي سي دي سي اللي هو ده، بتقطع بعض في ايه؟ في فاي، يعني ما بتقطعوش بعض اصلا. اللي بعده بيقول لك الدي سي سي داش دي داش اللي انا معلم عليها هنا دي، والاي بي سي دي اللي هي اللي انا معلم عليها هنا دي، وايه تاني؟ والشريحه التانيه اللي اسمها اي داش اللي هي اللي ورا كده، التلاته دول بيقطعوا بعض في ايه؟ في النقطه دي. ماشي كده يا شباب، بيقطعوا بعض في النقطه دي. اظن الموضوع سهل. طيب في ايه تاني مثلا ممكن ناخده؟ خلاص يعني ده كده يعتبر الدرس بتاعنا. اتمنى يعني يا اولاد ان احنا نكون استفدنا حاجه من الكلام ده، واي اسئله او اي استفسارات يا ريت الناس تبعتها لي. اظن يعني احنا كده غطينا الدرس بكل افكاره، وهو زي ما انت شايف شويه كلام حفظ كده وبتعرفه وخلاص على كده. ميرسي يا شباب، يا ريت لو اي حد زي ما قلت لكم عنده اي اسئله او اي استفسارات يا ريت يبعتها لي. ولو سمحت لو حضرتك مش مشترك في القناه، لو سمحت انزل اشترك في القناه، لان ده فعلا بيفرق معايا جدا. ميرسي يا شباب، اشوفكم باذن الله في فيديو تاني. شكرا.